احمد ارسان والكره الثابته الله ارسان الله يا ارسان هو عريس الليله العرسان سجل العرسان بقذيفة من مسافة بعيدة أكثر من 45 ياردة جول جول تسديدة قوية قوية أخفق فيها نواف المنصور أخفق فيها نواف المنصور في الدقيقة 29 في الدقيقة 29 كيف يسجل هدف السبق في المباراة لمصلحة نادي كارما التسع دقائق الأولى من شوط المباراة الثانية وكرة العرسان جول الله يا العرسان على مزاجك الله يا العرسان على مزاجك شلون اختارها في مزاج بيدو ركلها في الزاوية البعيدة ما حد توقعها ما حد قرأها ولا قرأ اللي في راسه جول ويا الجول شوف العرسان شلون عمله في الزاوية البعيدة هي جول لكام البعيدة احمد عرسان